مسافة 6 كيلومترات تنطلق على بركة الله هذه النخبة من الأبكار المهجنات الأصايل، وشوطنا هو 18 وشوط الختام في الفترة الصباحية ينطلق من مسافة 6 كيلومترات. مشاهدينا الكرام نذكر بانطلاقة المساء في تمام الساعة 2 من بعد ظهر هذا اليوم. على بركة الله مشاهدينا الكرام نسير ونتابع الأسماء المميزة، نتابع الشعارات اللامعة، نتابع الأسامي المميزة ونبحر بالأصالة، نبحر إلى عمق الميدان ونتابع البداية، نتابع صدارة هذا الشوط. شكرا هناك أيضا دبي ريسنج على هذا النقل المميز هنا على أرضية هذا الميدان. البداية مشاهدينا الكرام نتابع المقدمة ونتابع صدارة هذا الشوط، هناك من تقدمت، هناك من تواجدت مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مذيار تنطلق، فهد بن سيب بن محمد آل بوسعيد الخيارين على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك الظبي علي بن سعيد بن سلمة المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام هناك تنطلق شواهين ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك العنود ناصر بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز وتابع وصايف تعيب بن محمد بن مصبح الشامسي مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز هناك حدث راشد بن علي بن راشد المري مع المركز السادس. بن جهيم المري ينطلق مشاهدينا الكرام، ولكن الدخول هناك دخول وتواجد الأسماء. هناك مصيحة حمد بن صالح بن حمد المقارح المري ينطلق إلى البداية، ينطلق إلى صدارة هذا الشوط. نتابع مشاهدينا الكرام الأسماء القادمة، نتابع أيضا التواجد لملوح، هناك تنطلق ملوح علي، هناك سعيد بن سيب بن سلطان بن غاشم الكتبي ينطلق مشاهدينا الكرام، ولكن نتابع المركز التاسع المراكز. هناك الباسلة سعيد بن غدير بن عبيد الكتبي مع المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز الظبي ولكن أشوف التقدم من الجانب الآخر، وتابع أيضا التقدم وتابع تواجد الأسماء. الله يا هذا الشوط وصايف تعيب بن محمد بن مصبح الشامسي، هكذا الأسماء المتقدمة لهذا الشوط. ولكن نعود مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط، نعود مع المقدمة. هناك مصيحة تنطلق، مصيحة حمد بن صالح بن حمد المقارح يقدم لنا مصيحة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك مذيار فهد بن سيب بن محمد آل بوسعيد الخيارين قادم من ميدان الشحن للمشاركة هنا على أرضية هذا الميدان. مرحبا بالضيوف. ولكن أتابع المركز الثالث مشاهدينا الكرام، هناك حدث راشد بن علي بن راشد بن جهيم المري مع المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الكرام هناك سعفة عبد الهادي بن محمد بن حبشة، هناك بن حبيش آل نابت مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز مشاهدينا الكرام هناك تنطلق الباسلة سعيد بن عبيد بن غدير الكتبي مع المركز، هناك المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز وتابع التقدم من شواهين ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي الشاعر ينطلق مشاهدينا الكرام ويقدم لنا جديدة على المركز السادس والمركز السابع. المركز السابع عندك يا بن حمودة من الجانب الآخر، وتابع بن حمودة هناك ينطلق ويتابع أيضا مسيره إلى البداية، وتابع
تابع ايضا تقدم بن حمود، هناك العنود تنطلق العنود، ناصر بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، ولكن المهندس، ولكن وصل المهندس، وصل المهندس في هذا الشوط المميز. ومن الجانب الاخر، من الجانب الاخر سرابه حمد بن سعيد آل سالمين المنصوري، وصل المنصوري، وصل المنصوري الله، ولكن هناك، ولكن هناك ايضا الوصول من عسير، عسيره وصلت، عسيره وصلت، عسيره حمد بن ضعيب بن غدير وصل مع عسيره في هذا الشوط. ولكن اشوف الاسماء، اشوف الاسماء، هناك الشايبه سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي، وصل الشامسي، وصل الشامسي، ولكن الامتار الاخيره المنعطف الاخير الى خط النهايه والى الفوز والى الناموس. البدايه عندك يا بن مقارح، مصيحه 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 مع المركز الاول وصداره هذا الشوط حمد بن صالح بن حمد المقارح المري، ينطلق مع البدايه، ينطلق مع صداره هذا الشوط. ولكن القدوم من سرابه حمد بن سعيد آل سالمين المنصوري، وصل المنصوري، قلت لكم واصل، قلت لكم واصل، ولكن هناك، ولكن ايضا التقدم على المركز الثالث، هناك تتقدم مشاهدينا الكرام حدث راشد بن علي بن راشد بن حبيشه بن جهيم المري مع المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع. هناك ايضا تنطلق الباسله سعيد بن عبيد بن غدير مع المركز الرابع، ولكن اشوف المهندس الكيلو الاخير، الكيلو الاخير، وصلت الاسماء، وصلت الاسماء، وصلت الاسماء، ولكن البدايه الله يا بن سالمين، الله يا بن سالمين مع المقدمه، مع صداره هذا الشوط. ولكن بن جهيم، ولكن بن جهيم، وصل بن جهيم، وصل بن جهيم، الامتار الاخيره وبالضعيف واصل حمد بالضعيف بن غدير ابناء مرقم واصلين، ولكن هناك، ولكن هناك الاسماء القادمه، الظبي هادي بن احمد بن حزم بالثيمه العامري، وصل قلب الاسد، وصل قلب الاسد، ولكن هناك، هناك التقدم، هناك الوصول من نشوه اسيل بن محمد بن شير العامري، وصل بن شير وغير البدايه، غير صدارة هذا الشوط. وبالثيمن من الجانب الآخر، بن جهيم من الجانب الآخر، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، البداية، البداية وين؟ وصدارة هذا الشوط. السويج، السويج حاير طاير، السويج حاير طاير، البداية مشاهدينا الكرام، هناك نشوة سهيل بن محمد بن شيرة العامري ينطلق مع البداية، ينطلق مع صدارة هذا الشوط. وصل بن جهيم، عاد بن جهيم، ولكن خلاص بالنشيره قفل امور هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الاداء المميز. سلام يا اهل الساد، سلام، تهانينا والناموس على هذا الانجاز اللي فوز نشوه بالمركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني الظبي هادي بن احمد بن حزام بالذيمه العامري، والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام، المركز الثالث هناك بن جهيم يصلنا على المركز الثالث والمركز الرابع. مشاهدينا الكرام نعود لنشوة وساعة وصول نشوة إلى خط النهاية متوجة بهذا الناموس. وسلام يا الساد، سلام، بتوقيت زمني وقدرت ساعة دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسهيل بن أحمد بن محمد بن نشيره العامري، تهانينا والناموس. والمركز الثاني، المركز الثاني كان قلب الأسد حاضرا بكل قوة على المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام ساعة وصوله لخط النهاية، الظبي هادي بن أحمد بن حسين بالثيمة العامري، حيث قطعت مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 20 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام
هناك كانت حدث راشد بن علي بن راشد بن جهيم المري، حيث قطعت مسافة 6 كيلومترات في زمن وقدرة 9 دقائق 20 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان انتهت.